السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. طبعا كل سنة وانتم طيبين. مصيف بقى وراس البر ومقضينها تحديات ومقضيين مع بعض بقى ايه اجازة سعيدة. تحدي مع عمر واحمد اخويا على 200 جنيه اهي، اللي هيكسب التحدي 200 جنيه اللي هيخلص الطبق بتاعه في 5 دقايق. طبعا هم هيخلصوه، بس اللي يخلص الطبق بتاعه في 5 دقايق على كله الطبق والبطاطا الرز والبطاطس طب والفراخ. واللي خلصوا في دقيقتين هيجيبوا له تاني يعني ولا اه ايه؟ لا، اللي يخلصه في 5 دقايق وهنبدأ نعد ال5 دقايق. يلا بينا. يا زمان على فكره انتوا مكتره، انت مقللاني ومكتره كله زي بعضه. العكس المفروض، انت اصلا لا. كله زي بعضه. بسم الله. على فكرة باين يا أحمد إن طبقك أكبر من طبق عمر. طيب ما أنا بقوله. بس أنت أكبر سنا. ها. طبعا هو فات مش اللي أنا ثانيتين. عملته، مش بقفل في ده. أنت أكبر من عمر؟ 200 جنيه عمر، ال 200 جنيه مجرد كل من صغراتي. دقيقة ماليش من المصمصة. قفل جميل، قفل تحفة. عايش اختي بقى اللي عاملاه، يقولوا لها يا ولاد في التعليقات تسلم ايديها لان هي ما بتحبش خالص الكلام الحلو. زي بالظبط. عمرك خلاص اكتر مني. خلاك يا احمد يا عمر مكتسح. اللي هيسيب بطاطسيه ولا رزايه مش هياخد ال 200 جنيه. احنا سايبين الناس بتاكل بره وقاعدين احنا هنا بنعمل تحدي. لايكات بقى. بقولك مبروك مقدما. طبعا بنعمل في اوضه النوم لان هما بياكلوا بره، فاحنا قلنا نقفل علينا الاوضه يعني. دقيقتين. انا والله باكل بتكتة يا جماعه، بس لحد 200 جنيه يعني معذور. اسف بشاط المنظر. اللي بيعملوا تحديات دول بيعملوها ازاي؟ طب واللي يقع ناكل تاني؟ يلا هو تحدي مش مشكله. 3 دقايق. ما بياكلش بيقع. 200 جنيه. طب انت هتجيبوا زين الاطباق وتشوفوا مين اللي قال اكتر؟ لا، لازم الطبق يخلص عشان تاخد ال 200 جنيه، لازم الطبق يكون فاضي. عمر عايز ال 200 جنيه في المصيف بقى هتعمل بهم حاجات كتير. اجر باجي. مش عارف تروح معايا. الساعة 200 جنيه. الساعة؟ يا مصر ما تجيب ما تجيب. لا سيبها سيبها. باقي 200 جنيه؟ انت سألت؟ الحمد لله ما سألتش. ممكن نجيب أجر عجل، نأجر عجل شوية طار. والله بقول له امبارح الباقي كان بيقول لي 200 جنيه، بقول له ده يعني مركب ده لو بركب على المكتب مش هفهم 200 جنيه. لا احكي لي تاني عشان ما سمعتش. طب انا عايز احكم. داخلين في ال4 دقايق، باقي من الزمن دقيقة واحدة. ضحكتين عليا وجايبين لي أكتر منه؟ مش شايفة أي إنجاز. العظمة هتاكلوه. شرط عشان ما شربتوش ليه؟ اشربوا بلعوا على فكرة الفيروز ده ضمن ال ده من التحدي؟ اه كتر عمر الحمد لله احسن. ما ده تاخد نفس ده ليه؟ ما عرفش اخد نفس. ايه يا عمر مش مرة واحدة. ال5 دقايق. ال5 دقايق ما عادش الا 30 ثانية. لا لا انت بتحسب على المقدمة بتاعت الفيديو؟ والله عدى 5 دقايق.
انتهوا ال5 دقايق. ها اديكوا دقيقتين اتنين بس. لا حلو حلو. ما عدتش قادر يا عمر؟ كمل حول ال 200 جنيه خليك قاعد مكانك. انا خلاص قلت اخلص. هكتبك. معلش يا عمر ده الموضوع ده شخصي. كمل يا عمر. كمل. هتنسحب؟ مش لا لا هتنسحب وخلك ياخد ال... بعد كل ده يرجع ينسحب وابقى كسبت بدون مجهود؟ لا اكسب بشرف. انت اصلا كسب بشرف اصلا يا احمد، انت اللي مكتسح يعني كده اصلا. ال5 دقايق خلصوا واحمد هو الكسبان، لان عمر طبعا احمد مخلص اكتر من عمر، وعمر كمان ما عادش قادر. فال200 جنيه بتوع احمد. خد يا احمد ال200 جنيه. بيجيبوا كمزات والله وعملوها الرجاله. مين اللي كسب؟ ورفعوا راس مصر بلدنا. لمين هيدي؟ لإلي. انا والله كسبت. ثانك يو. لايك وشير للفيديو، واعرفوا الناس ان انا بتحدى اي حد، واي حد عايز يتحداني يجيب الاكل بس ومالوش دعوه. تمام. ما بجيبش اكل. يلا يا حلوين، اللي لسه ما عملش لايك يعمل لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.